بضل لك قلب تكون عزابة بس شوف هيك ستات هلا مثل انا مبلش معك تينا. الصبح، ايه تينا شفت؟ رح تزيد، شفت كيف؟ رح وبعدك تزيد الامور. مبسوط انك عزابة، صفي اللي عم بتضيع عليك كتير قصص. نعم تينا، بونجور رزق تينا. الله بونجور. بونجور، يسعد صباحكم، خيشة حلوة على بكرة الضحك. الله يخليك، تسلمي. مسؤولة مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان، ان شاء الله يكون عندك هيك اخبار مفرحة انت كمان. يعني يا ريت يا ريت في اخترع اخبار، بس للحقيقة بلشنا بتقنين قاسي بمناطق كسروان كلها، يعني من حلو. راجي الميروبة ونزول كلها عم رح تاخد بدوام قليل، لأنه شبروح خاف من شبروح نعم. وناطرين إنه تشتت الدنيا. يعني ليكو كيف مع طايب المولدات والتقنين مزود. بالتمييز مزود، كمان بلشنا بالشح على جميع يعني الأصعدة، يعني كل شو بيقولوا الدوائر عنا رح تعاني. دبي عم تنقطع فيها الكهرباء، وكمان بلشت المي تخف من دبي لنوديها يعني على برج حمود، دير برج حمود الساحل والأشرفية وتلة الخيار. نعم. باركونتر عنا ببرج أبو حيدر من بعد وقت صار له زمان المولد كان معطل. يفضل، ايه في حدا قدم حاله يعني مشهور انه صلح لنا المولد. حلو. مناطق مبدئيا اليوم بيتم تركيب المولد يعني بعد جديد. امبارح يعرف. نعم، بس عندنا سؤال بالأشرفية جعتاوي، ما عم تجي المي ال10 أيام. بحي صموت عين رمانة كمان عندهم مشكلة، حكيونا عنها أول امبارح. مظبوط مظبوط، بس ما اتصلوا على 17 19. انا قلت لك اذا بتتذكروا قلت لهم مظبوط. اتصلوا ويقولوا انه اهتم فيها بيرسونيل ما، يعني حتى انا فوت اسال وهيك، بقى يتصلوا فيز على 17 13 ويطلبوني. يعني انا اوكي. بحكي مع المدام لانه دغري بعرف كيف يعني وين وهيك بقدر، الا بس انه ما في حدا مش اخذ هالقد وقت لو في عنا تقنين. نعم. هلا في عنا مولد نحن الخياط نعم. معطل كمان، عم بياخذوا ويستفيدوا بس من كهرباء الدولة، إن شاء الله كمان يقدر حدا يصلحنا إياه أو المؤسسة تقدر تصلحه. لأنه ليه عم بقول هيك؟ في عنا عن جد عجز كبير بطريقة التصليح بالصيانة، يعني كتير الوضع دقيق. نعم. طيب التقنين كنت عم بتقولي بده يكون قوي، يعني كل يومين مرة، كيف رح يكون؟ ايه مبدئيا يوم ايه يوم لا، لمناطق من حراجي الميروبة ما ونزول. ديجا كانوا عم ياخذوا يوم ايه يوم صح، لا. ايه بس رح ياخذوا هلا اقل ساعات اقل ساعات. اوكي اكيد. اوكي بانتظار انه يرجع اساد شبروح يمتلئ بالماء ترجع توزيع طبيعي. ان شاء الله تشتي، هلا صار بدنا نقول ان شاء الله تشتي. انا نعم. كل يوم عن جد بصير بس شوف بغير بلاد عم بتشتت، بقول يا رب تنزل النعمة علينا، يعني بدنا انه تشتت الدنيا. هلا في حدا بيقول يا رب تشتي عرسان كمان. ولو هيدي غنية. نحن بدنا نشكرك تينا، يعطيك العافية، مسؤولة مكتب شكاوى مياه بيروت وجبل لبنان. إلى لقاء التنين المقبل.